السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبير؟ جانا فيديو جديد وحلقه جديده عن محاكي المزرعه. اكثر لعبه اصدقائي ما يحبوها واكثر لعبه عندي اياها مرغوبه بالقناه من قبل متابعيني اللي هي هذه اللعبه. جد يعني لها رغبه مو طبيعيه، ارقام تبعتها تطلع بضوء. المهم اهم شيء انا صراحه بلشت اشعر بالملل باللعبه، فلذلك اطلب منكم قبل ما نبلش الفيديو، قبل ما نعمل اي شيء، اعطونا فكره جديده نعملها باللعبه هي. خلاص ناقص الاسبوع الجاي ان شاء الله، لانه صراحه ما ضل شيء. زرعنا وحصدنا وعملنا كل شيء. طبعا اليوم راح اخلص يعني نكمل المهام اليومين اللي عم نعملها كل يوم بالارض مثل كل مره عم نعملها، ونحاول نتوسع ونشتري شغلات ثانيه. وعدتكم بالفيديو الماضي انه لازم نفكر بين المابين، بس صراحه هاي الماب لقيتها يعني ما شفت انه طوعني نفسي انه اخرب وارجع ابني من اول وجديد بهذيك الماب، فلذلك راح اضل على هي الماب تبعيتي. واخيرا سوف نفوت. شوفوا يمكن لك هاي يمكن التاخير اللي صار هلا قبل ما فتح اللعبه، لاني كنت عم بسوي تحميل للعبه جديده من يوبي سوفت، فلذلك راح تشوفوا فيديوها يوم الاثنين ببجي، ثلاثة ان شاء الله راح ينزل لكم فيديو اللعبه الثانيه، لعبه بومباستيكي هي قديمه شوي بس يعني جميله جدا. المهم بهذا الفيديو شو هنعمل؟ اول شيء بدنا نكمل المهام اليوميه، تمام؟ هي امر مفروم، ما عندنا شغل عملنا غير نعمل من المهام اليوميه، تمام؟ نمبر 1. نمبر 2 بدنا نناقش موضوع اللي هو بلاي ستيشن والاكس بوكس اللي وعدناكم حكينا عنه بفيديو سابق محاكي المزرعه، فحابب اتناقش معكم بهذا الفيديو ان شاء الله. يعني انا بحب هيك احكي بهيك مواضيع، بس ما بحب اعمل لكم فيديو خاص ما زيكم اكس بوكس وبلاي ستيشن وايهما يفوز. انا بدي تكتبوا لي تحت التعليقات انا ليش اخذت هي السياره، خليني اصفى اشوف ايش صاير بالارض، ايش صاير بالمزرعه، وبعدين نرجع نكمل نقاشنا. طبعا هون سياراتي موجودات، هي الحصاده لها كمل شغل، طبعا هون راح تعبى، تمام اتس اوكي مان. تذكرت اخر مره لازم نشغل حصاد المحرات، لا شغل اساسا هون، معناته نروح نجيب الثاني اللي هو هاد، تمام راح يبل بلش خلص، تمام. طيب لازم نزرع هون شعير، طبعا محطوط الشعير، خلينا نبلش ندخل على الارض ونقول له استلم، التراكتور ما فيه بنزين، خلونا نعبي بنزين ونرجع، احسن ما يطفي علينا هال اوف مجنون يا ولان مجنون، تمام عبينا مازوت، هلا بنمشي بنروح بنشوف ايش اللي صاير معنا اخر الاحداث. هلا بنروح نشغل هالتراكتور ونبلش نتناقش بموضوع. اول شيء انتم تحت اكتبوا لي بالتعليقات انتم برايكم بعد ما اكتشفت الاسعار، اكتشفت الشغلات، ايش تنصحوني بالبلاي ستيشن ولا بالاكس بوكس؟ بس خلينا نحكي هلا نتناقش فيها بشكل سريع جدا عن هون الجهازين، وطبعا نتناقش بموضوع جدي. نوع كمالك راح اشتري وراح انصحكم نصيحه اذكرك. الموضوع اللي بدي اتناقش معكم احكي معكم اللي هو، بس خليني يا الله كل شوي مبدل هالسياره، صار عندي كثير اليات زياده. المهم الموضوع اللي هو انا شفت احد الاشخاص عم بيحكي عن نسخه الديجيتال ونسخه السي دي بالبلاي ستيشن والاكس بوكس. طبعا الاكس بوكس حسب ما فهمت من المواصفات بشكل عام بالاكس بوكس النسخة اللي منزلينها اللي ب 500 دولار و 300 دولار، الفرق بيناتهم في شوية فرق بالأداء، مو فرق كبير، بس يعني التركيز الأكبر إنه نسخة ديجيتال. طبعا هون نسخة الديجيتال تجي مدعومة، بدك أنت تحسب حسابك، بدك تشتري نسخة الإكس بوكس أو إيش اسمه هذا البرنامج الإكس بوكس بلس، لازم تشتري. إذا ما اشتريت نسخة الإكس بوكس بلس ما راح تستفيد عليه، يعني اللي حتوفره 100 حتحطه، تمام؟ هذا حسب تعليق أحد الأشخاص حكاها، وهي ميزه كثير رهيبه حسب ما فهمت من حديثه. وطبعا هو الشباب بيكمل حكي، قال لما نزلت البلاي ستيشن ونزل حق النسخه 70 دولار لما طرحوها، عم بيقول انه نسخه ال 70 دولار النسخه كثير غاليه صارت بالنسبه. وات 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 طول بالك يا معلم، طول بالك ولا حقك علينا يا معلم، والله حقك علينا ما انتبهنا لك يا بوشي، والله حقي خلاص فضي يا تيمني حامي في مشكلة. المهم فالشباب بيحكي ابو هذا ليش هيك راح من دون ما يحصد اي؟ لك ليش هيك هذا هون؟ ما اشتغل صح. والله مالكم منتبهين هذا هون بذر وزرع ونفس الشيء ضل العشب الاخضر طالع. فانا احكي معه يا معلم يا شوفير هذا شغل مو كويس، هذا زين مو زين. هذا ايش مو زين؟ والله ايش مو زين. انت وين رايح تعمو تعم؟ هذا شغل مو زين. وقف 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 وقف، هذا الشغل مو زين يا غالي، والله مو زين يعني بجد
عيب. ها صار الشغل زين، صار ينشال العشب. تمام الحين صار شغل زين، قبل شوي الشغل مو زين جد. فالمهم يعني الشباب بيحكي انه بين نسخة الديجيتال ونسخة السي دي العادي، وانه بيحكي بالبلاي ستيشن انه طلعت النسخة زيادة $20 او $10 يمكن اتوقع نسخة البلاي ستيشن. وطبعا الشي سي بالبلاي ستيشن ما بعرف، صح انه هن عم قدموا حصريات خرافية لا يعلى عليها للكلام اكيد يعني، بس بالمقابل اسعار النسخ بتيجي كتير غالية يعني جد النسخة. فالشباب بيحكي بيقارن بين النسختين. طبعا هو نصح بنهاية الفيديو قال انه نصيحة اشتروا النسخة النسخة فيها قرص يدي، صح رح تدفع $100 زيادة عن النسخة بالوقت الاول، بس رح توفر بالمستقبل كتير على مدى الوقت الطويل. طبعا هو نصح بيحكي عم بيقارن عم بيحكي انه هو بيستأجر الالعاب ايجار، فبالنسبة لايجار الالعاب يعتبر انه تستأجر لعبة يعني بتجيبها. انا كنت مفكر هيك اشي ما في، مو مثل البي سي ما في شيء اسمه ايجار، لاني اساسا القرص انحذف من الكمبيوتر، ما ضل حدا عنده سي دي يجيب سي دي بحطه بالكمبيوتر وبيلعب هذا الاشي. تمام فصارت ما شاء الله النسخة المكركة مسكرة على كل شيء، يا اما تشتري النسخة الاصلية، ومن اشتري اساسا النسخة الاصلية غالبا بتكون لعبة ايش اسمه، غالبا بتكون لعبة اونلاين، فاجباري بدك تنزلها ديجيتال يعني مالك حل ثالث. فهو الشعب بيقول انه اشتروا النسخة الفيزيكال اللي فيها سي دي افضل لكم، لان على مدى الطويل رح تحطوا فرق مصاري كتير. وهو بيحكي كمان على البلاي ستيشن من الاكس بوكس، رح يشتري الاكس بوكس الصغير اللي اكس بوكس اس رح يشتريه، لانه فيه ميزة انه بيدعم الاكس بوكس بلس، فمشان هالشي هذا هو رح يشتري هذيك النسخة. هو عم بيحكي وبقارن بين الميزات الشيء الخرافي جدا. بس في انا هون خطر سؤال على بالي خلال مشاهدتي للمراجعة صراحة، يعني مثل اي شاب عنده استفسار واسئلة حق اني اسأل الطبيعي كشخص قائم في هذا الكوكب اني اسأل. طبعا اكيد من المفروض منه، وانا رايح افضي السيارة حاليا. السؤال اللي بدي اسأله هو عم بيحكي انه ايش في عندك اكسسوارات موجودة للبلاي ستيشن تمام من نسخة البلاي ستيشن 4، او كل شيء جاي من طرف ثالث، او مثل ما يقول مثل هاي في ايسترو هي شركة ثانية بتسوي كمان ماسكات او القبضات او الكنترول تبع بلاي ستيشن، كله ما عاد يشتغل على بلاي ستيشن 5 خلاص كله قف، صار بدك تشتري من اول وجديد. فهو عم يحكي لهالموضوع هذا. فخلال حديث كلياته انه كل شيء وقف. انا خطر في بالي في جهاز الدركسيون هذا ايش وضعه؟ ما حكوا عنه يعني، هذا والله ما احلاهم يقولوا والله بالبلاي ستيشن ضرب فريم، هاي ليه ما عم تضم عليهم؟ ايش رايكم انه الدركسيون رح يشتغل على البلاي ستيشن 5 ولا ما رح يشتغل على البلاي ستيشن 5؟ هذا السؤال انا جد مجري راسي اللي يعني عم بفكر فيه. تمام هاي المشتري الدركسيون ايش بيعمل فيه؟ ولا بيحكوا على الكمبيوتر قصة القضية؟ وفي النهاية انت ايش تقرر، رح تشتري بلاي ستيشن ولا اكس بوكس؟ والله شوف انا علي رح اشتري الاكس بوكس صراحة، بس بدي اقتراحاتكم واراء صراحة. يعني مو مأكد لانه ممكن يقول حصريات الاكس بوكس جدا قليلة، بس يعني اذا بدي اشتري بشتري اكس بوكس، بحسها هيك شعار الشركة تبعتها غير بلاي ستيشن. البلاي ستيشن بتحسه صارت لعبة شعبية او جهاز شعبي، اما الاكس بوكس بتحسه هيك مثل الايفون، ما بشيله غير اللي فهمانين اللعبة صح جد. فانتو ايش رايكم؟ ايش بدكم تشتروا؟ واذا بدكم تشتروا واذا ما راح تشتروا اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. طبعا هذا الموضوع بيهمنا. هاي خلصنا من هالموضوع هذا، هلا بنحكي على ببجي. ببجي يا ساده يا كرام، الاصدار الحديث اللي نزل من ببجي او هاي الماب الخرافيه جدا خرافيه صراحه، راح ننزل لكم عنها فيديو ان شاء الله نهار اثنين، بس طبعا سجلته طبعا الفيديو بسبب انه قلت استنى انزل لكم هذا الفيديو نشوف تعليقاتكم عليه، اذا اعطيتونا افكار جميله عشان اللعبه فممكن نطبق. بس شوفوا نقطه مهمه جدا، انا ما راح العب ببجي اللي انتم تلعبوها بالعادي، مو الجيم بلاي اللي بالماب العادي راح انزل. تمام راح انزل هاي بنسخه البت، عجبتني جدا صراحه جد يعني شيء بيرفكتو والله، بيرفكتو يعني ما تتخيل على بيرفكتو ايش قد. طبعا انت وين بدي اروح فيكي؟ هاي خليك ورا من صفك هون او امشي خليكي معي،
بروح منفضي شوية قمح للشباب. معلم والله بعد عنك كمل معلم. اوه الدنيا ليل والله كان لازم ننام. محمد نام يا معلم، ايش هو ليش وقف؟ شو معلم روح دوب المعلم منشوفك معلم على الدوار التاني معلم. سلام معلم، باي باي معلم. معلم باي باي معلم، نشغل قضية معلم. طيب ايش رايكم ناخذ مشروع بالمرة؟ تعال نشوف ايش في شغلات هيك نقدر نمسك لنا شيء هيك مشروع كويس، او نمسك لنا عقد عمل من نوع يكون بهاراته زين زين زين. هذا الشو بدنا نزرع له قمح. رقم الارض 14 هاي كبيرة والله يا معلم. عنا الحصادي عنا كل شيء، نبعت له اياه يشتغل فيها، ايش رايكم معلم؟ ايش رايك؟ والله معلم انا راح امسك هذا العقد، يعني هذا اسهل لي. طيب تيك توب تمام معلم، اتفقنا اخذنا لك عقد، بنروح بنودي له اياه. الان سوف نذهب الى العقد اللي مسكناه اللي هي بالارض رقم 14 اللي هي موجوده هون، هاي الارض كلها. حلو والله، لازم نطلع هيك هون من هون هيك هيك اختصار من هون من ارضنا نطلع. نايس يلا يا معلم تيسر. الماكينة بدها تصليح، بس البنزين اهم من التصليح، يعني التصليح ممكن نتغاضى عنه بس البنزين ما ممكن نتغاضى عنه، فلذلك راح نعبي كمان بنزين من هون من الكازية دي. يا معلم يا مغيث يا رحمن يا رحيم اتكلنا على الشقة بالله. لك 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 يا لها من غلطة. عن طريق الغلط كبسنا حرف الاكس تبع الارانيه. طب هاي ركبنا الدم انه هيك هيك ما لنا شايفين شي من ورا. بلشوا نشوف الشوارع. والله السيارة متعوب عليها. لو والله في هيك حادثات حقيقية ولا هيك التحكم كله؟ والله والله جوز. شوف حتى فينا مثل تبع الطيارة هيك. لا لك صحيح سيرة المقلاة وسيرة هاي الأرض، قصر بالأرض الزراعية اللي ها عندي أما طول زمان ما رحت عليها. أما حتى السيارة مانشحة، شوف شلون البلور شلون مانشح. ما عاد مبين عليكم ولا مو مبين عليكم وليكم معلم موشنا معلم. طيب بنروح لآخر الأرض ونمسكها من أولها، بعدين بندور بنداور. طبعا نفتح هاي ما ننساها مشان الضرورة القصوى. طبعا انا تقيتي على العمود احتراف، ليش؟ مشان اعرف شلون امشي معلم. طبعا هذا الاشي ما حد بيفهم عليه غير المحترفين معلم. طب معلم انا اذا بدي اجر ارض شلون؟ انه مثلا خلي الناس تحصد لي اياها تزرع لي اياها، ليش انا ما عندي خيار؟ يعني ليش انا بس اشتغل عند الناس، الناس ما تشتغل عندي؟ جد سؤال صريح. ما الله يعطيك العافية معلم، اشتغل انت روح، مرونا نشتغل بغير شيء. يلا ناخذ هذا ونقول له امشي من هون، لان انت رح توقف وتشد الماكينة. هلا شكله حتى حليب تعبت الماكينات يا مغيث. انظر راكبين جوا احلى. ما مبين شيء، لا والله مبين بالمراية. ايوه تمام هيك، اتس بومباستيك هيك تمام تمام. طبعا ما ظل في انارة ما في شيء شايفين صراحة، يعني نعتذر عن هذا الاشي. بكون وصلنا هنا نهاية الفيديو، لا تنسوا من اللايك والاشتراك. ما اذا كان الفيديو شوي ممل ولا ممل، لانه بجد الافكار ما ظل شيء بالفيديو هات او المحاكي المزرعة ما ظل فيها شيء نعمله. اذا في عندكم افكار احكوا لنا اياها او شغلات تسويها باللعبة، لانه اللعبة جدا جدا جميلة صراحة ومتعوب عليها. فلذلك ما يحب انه احذفها او اسكر السلسله تبعتها. فلذلك اتمنى ان تكتبوا لنا تحت بالتعليقات شيء يعجبكم او شيء افكار نعملها بالمحاكي المزرعه. بس كون وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسوا من اللايك والاشتراك. سنلقاكم في فيديو جديد حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.